نعم، لم يتبقى كثيرا عن موعد الانتخابات الرئاسية. هل تمثل أو يمثل عدم نشر هذه القائمة النهائية عقبة أمام إجرائها؟ وهل برأيك أستاذ إسماعيل ستجرى أم لن تجرى؟ وبكل التأكيد يعني قدوم ستيفاني ويليامز في هذا التوقيت ربما ليحدد هذه ليحدد ربما أو يفصل في هذا الخلاف الحاصل الوقت الحالي ما بين المفوضية وما بين البرلمان اللتان كانا حليفين حتى آخر اللحظات، ولكن كما قلت بسبب بروز شخصية ربما لم تكن في المشهد السياسي وهو شخصية عبد الحميد بيبة، والاستطلاعات الرأي تشير إلى أنه يمتلك حظوظ كبيرة، وبالتالي هذا سوف يقطع الطريق على المشروع الذي قدمته لنا ستيفاني ويليامز، وهو أن يصل خليفة حفتر إلى السلطة بطريقة الانتخابات بدلا أو بعد أن فشل في اقتحام العاصمة عسكريا، أتت اليوم لترمم هذه الخارطة ولتحاول أن تصيغ ربما مسودة جديدة أو يعني قائمة جديدة لهؤلاء المترشحين. تقصي مثلا على سبيل المثال سيف الإسلام القذافي باعتباره مطلوب للجناية الدولية، وتقصي عبد الحميد البيبة باعتباره تعهد سابقا أنه لن يخوض هذه الانتخابات. هذا هو في المجمل يعني.